في الفترة ناس الأخيرة كتير بتعمل ريفيوهات أو مراجعات عن حاجات معينة، يعني ناس كتير بتعمل ريفيوهات عن لبس، عن أكل، عن عربيات، عن موتوسيكلات، عن طيارات. يعني مش شرط طيارات اللي بتطير، يعني ممكن طيارات لعبة. فقلت إيه المانع إن احنا نعمل ريفيو عن الفلتر؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محمود ياقوت، متخصص صيانة تركيبات فلاتر الرماية المنزلية. النهاردة إن شاء الله هنعمل أنبوكسنج عن فلتر 7 مراحل، ريفيو بسيط كده عن إيه اللي موجود جوه الكرتونة وإيه الحاجات وكل حاجة اسمها إيه ووظيفتها إيه. يلا بينا. دي أول حاجة بتبقى موجودة في الفلتر، احنا ممكن نفتحها ونقول ايه اللي فيها. ده مفتاح المفروض ان هو بيبقى بيفك الشمعات وبيربطها، وده حامل المفروض ان لو انت ما عندكش رخامة في حوض المطبخ ده المفروض بيتعلق كده عشان يتحط فيه الحنفية بتاعة الفلتر. دي الوصلة والمحبس، الوصلة والمحبس دول اللي بيوصلوا التغذية بتاعة الفلتر عشان يغذوا الفلتر بمية. يعني ده محبس الدخول، ودي وصلة نص بوصة بتتوصل عشان الفلتر، وده محبس التانك اللي هو تانك الفلتر أو خزان الفلتر، ودي مجموعة خراطيم عشان نوصل الفلتر. شوف ايه تاني، طبعا دي الحنفية بتاعت الفلتر، ده فلتر يا جماعة. طبعا دي استيكرات، الاستيكرات دي موجودة اللي هي بتتلزق على الفلتر، كل استيكر باسم الشمعة وبتعمل ايه ووظيفتها ايه. يعني طبعا طول ال3 شمعات اللي بيجوا في الاخر هنشوف ازاي هنركبهم ازاي في الفلتر دلوقتي. دي الشمعة رقم 4 اسمها ميمبرين أو وحدة الـ RO، دي وحدة المعالجة في فلتر 7 مراحل. كمان بيبقى فيه الخزان، ده خزان الفلتر، آخر حاجة موجودة في الفلتر. بعد ما ركبنا الشمعات يا جماعة هنبدأ بقى نلزق الاستيكرات دي اللي هي الاستيكرز اللي بتعرفنا ايه اسم الشمعة وايه المواصفات بتاعتها. زي ما انتم شايفين كده كل استيكر مكتوب عليه، ده مكتوب عليه سيدمنت فلتر يعني فلتر مبدئي. لو اتحط هنا على الشمعة الأولى في الفلتر، وده مكتوب عليه جي اي سي فلتر اللي هو اختصار للكربون النشط يعني. عشان تانية طبعا زي ما انتم شايفين
مكتوب هنا رقم 1 وهنا مكتوب رقم 2. CTO filter اللي هو الكربون المدمج او الصلب، نحطه هنا. بعد كده بنلاقي ورقة مكتوب عليها RO ممبرين، دي اللي هي بنحطها على الشمعة دي، مش عارف باينة ولا لا. بعد كده بتفضل الثلاث شمعات دول نلزق عليهم برضو. في واحدة مكتوب عليها موديل ROT33، دي اللي هي انلاين ووتر فلتر بري بوست ار او ممبرين فلتر، دي اللي هي الشمعة اللي هي الخمسة بعد الممبرين. بعد كده مينرال فلتر اللي هي الشمعة رقم 6. بعد كده الشمعة دي اسمها انفراريد فلتر، دي الشمعة رقم 7. كده انا لزقت الثلاث شمعات اهو، هنركبهم هنا كده. بعد كده هنلزق اخر حاجة الورقة اللي مكتوب عليها اسم الفلتر على الشاسيه نفسه، على الحديد بتاع الفلتر. كده نكون خلصنا لزق كل الاستكرات. ده شكل الفلتر اهو، ده شكل الفلتر كامل. نهاية الفيديو يا جماعة، اتمنى يكون الفيديو عجبكم ان شاء الله، واشوفكم في فيديوهات جديدة ان شاء الله. السلام عليكم.